ألو، معكم مركز شرطة البنات، كيف بنقدر نساعدكم؟ أوه، مين هالبنت الشطورة؟ بترد عليكم دائماً وبتسمع الكلام؟ لازم تكون دائماً هيك شطورة وبتسمع الكلام وما بتغلب الماما والبابا. طيب، البنت اللي بتكون شطورة مثل هيك لازم يكون إلها جائزة، صح ولا لا؟ بتحبوا نشتري لكم ياها نحنا ولا انتو تشتروها؟ انتو وين ساكنين؟ ايه عرفت وين، لازم تجيبوا لها الجائزة او نحنا منوصلكن ياها ايمت ما بدكم. تمام؟ اوكي، باي باي. ألو، هنا مركز شرطة البنات، كيف نقدر نساعدكم؟ عندكم بنت حبوبة تسمع الكلام؟ حلو والله إنها شطورة وأحسن من بنات كثير يجوا هنا القسم. وش اسمها؟ أوكي، بنجي الحين وبنجيب لها هدية معنا. وش تحب نجيب لها؟ انتوا تبغون تشتروا الهدية؟ اوكي، بس بنوعدكم انها ما تزعلكم مرة ثانية. خلاص اتفقنا، هالحين نخلي ماما وبابا يجيبوا لها هدية حلوة. لو ما سمعت الكلام في الايام الجاية علمنا. اوكي، باي باي. ألو، مركز شرطة البنات، شلون نقدر نساعدكم؟ أنتم عندكم بنية صغيرونة شطورة وتسمع الحكي، عافية عليها. شنو اسمها؟ هذه البنية تستاهل هدية منكم لأنها على عكس كل البنات اللي ما تسمع الحكي. البنية اللي تسمع كلامكم هذه بنية شطورة، لكن في المرة الجاية إذا ما سمعت الحكي لا تجيبوا لها هدايا، ولا تنسون تخبرونا إذا ما سمعت الحكي. اتفقنا؟ أوكي، باي باي. ألو، مركز شرطة البنات، إزاي نقدر نساعدكم؟ عندكم بنت أمورة وبتسمع الكلام؟ برافو، شطورة، اسمها إيه؟ دلوقتي لازم تدوها جايزة لأنها بتسمع الكلام. تحبوا تجيبوا لها انتوا الجايزة ولا نيجي نجيبها احنا؟ طب اسألوها هي بتحب ايه؟ انتوا اتفقتوا من دلوقتي انها مش هتزعل ماما وبابا وهتسمع الكلام على طول، مش كده؟ خلاص اتفقنا، بس لو رجعت وما سمعتش الكلام اتصلوا بينا عشان نيجي ناخدها، تمام؟ يلا مع السلامة.